خلينا نتطرق لهذا الموضوع بشكل أكبر، وبرضو نشوف إيه اللي بيحصل في قطر. الحقيقة في أرض مونديال العرب، مونديال العرب حسميه مونديال العرب لأن هذه البطولة الحقيقة أثبتت قد إيه إن إحنا عندنا منتخبات قوية جدا من الناحية الفنية، الناحية التنظيمية رائعة، الجمهور حاجة مختلفة. اللي احنا بنشوفه من الجمهور حاجة مختلفة تماما تماما تماما. بقالنا كتير ما شفناش جمهور بالحلاوة وبالجمال في مباراة مصر والجزائر، مباراة المغرب والجزائر، حاجة رائعة جدا وحاجة مشرفة. خلينا نروح لنقدنا الرياضي وصديقي العزيز الأستاذ أحمد عويس من قطر. الحقيقة برضو يقول لنا، هو معنا سكايب يا شباب ولا تليفون؟ سكايب كمان، ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ اتفضل يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه يا كابتن اسلام، نورت الشاشه وربنا يخليك. الحمد لله على السلامه صديقي العزيز، انت عارف احنا اصدقاء بعيدا عن طبعًا العمل. طبعًا. الحمد لله على سلامتك، والحقيقه كان الناس كلها هنا قلقانه عليك وبلغك بسلامها، خاصه المهندس انا بريده وكابتن احمد مجاهد وكابتن علي محمد علي واستاذ اسامه اسماعيل، كل تقريبا المصريين هنا، استاذ محمد سيف، استاذ شريف عبد القادر، كل الناس اللي موجوده هنا. انا طبعا اعتذر ليهم ان انا ما عرفتش ارد الفتره اللي فاتت على التليفونات، ولكن صحيح كلموك على فكره. كلهم كلموك. فالف سلام عليكم، الحمد لله على سلامتك. ونروح لموضوع كاس العالم للانديه، اعتقد يعني ان الاهلي هيلعب بكام النجوم. الكلام ده انا كان مهندس احمد مجاهد دردشنا في الكلام ده يوم مباراه الاردن صباحا، وقال الموضوع محلول، وقال تقريبا نفس الجمله اللي قالها امبارح اللي هي الناس كلها قالت خدت عليه، اللي هي ليس كل ما يعرف يقال. والحقيقه فعلا ليس كل ما يعرف يقال، لانه في حاجات بتحصل وفي تطورات بتحصل في كل كاس الامم الافريقيه، واحتمالات كبيره جدا جدا قد تقترب من 95% لتاجيلها لشهر 6. في مشاكل في اللجان هناك، في مشاكل في تاجيلها لشهر 6. اعتقد ان ده هيبقى حل مرضي لكافه الاطراف، يعني لكل حاجه، للدوري الانجليزي وللحاجات كتيره جدا يعني. كله. واعتقد ان هي ممكن تقام في دوله ثانيه كمان، لان مشاكل الطرق نفسها اللي بتؤدي للاستادات اللي بتقام المباريات مش جاهزه. الشركات اللي موجوده هناك اللي هي لجان التفتيش بتاعت اللي موجوده من الكاف وفيها بعض اعضاء من الفيفا، شايف ان الموضوع صعب جدا جدا جدا، والبطوله فاضل عليها اقل من شهر. احنا النهارده يوم 13. معلش يا عويس، انت بتقول معلومات مظبوط ولا بتقول مجرد اجتهادات؟ معلومات. يعني معلومات. اعتقد البطوله مش هتقام. ايوه. في نسبه 95% و9 من 10، يعني تقترب من 96% ان البطوله مش هتتلعب. هتتأجل لستة وقد تقام في دولة تانية. الو سامعني يا كابتن؟ سامعني؟ يا حبيبي سامعك، تفضل. الو تفضل يا عويس. قد تقام في دولة تانية، البطولة قد تقام في دولة تانية. واعتقد انه الاهلي عليها ان يستعد من دلوقتي لمباراتي بيراميدز وفيوتشر في الدوري وباقي مباريات في الجدول لحد كاس العالم للانديه، اللي هو الاهلي اعتقد انه هيبدا يسافر مثلا يوم 28 يناير، عنده مباراه دوري لحد 28 يناير.